فرسان. مش كنا خلينا الاكل بعد الميتنج احسن؟ ميتنج؟ الميتنج اللي احنا جايين عشانه. مش حضرتك قلت لي ان احنا جايين مشوار شغل؟ انا قلت مشوار بس ما قلتش الشغل خالص يا مسك. مش فاهمه امال احنا جايين مشوار ايه بالظبط؟ اي حاجه، راحه، بريك، وقت مستقطع ناخد فيه نفسنا. انت مش عايزه تاخدي نفسك ولا ايه؟ اه بس انا ما بتعبش من الشغل. مش بتكلم على الشغل. انت ممكن تاخدي نفسك من الماراثون اللي عماله بتجري فيه وفاتحه الرابع. ماراثون ايه؟ رحله الهروب الكبير اللي واخداها معاكي من مصر لحد اتينا. بتهربي من حاجه وخايفه منها بدل ما تقفي تواجهيها، تبصي لها في وشها وتحطي صباعك في عينها. ويا ترى بقى دي معلومه ولا استنتاج؟ بالنسبه لي الاثنين واحد. عمري ما استنتجت حاجه وطلعت غلط. عارفه ليه؟ عشان على طول بشغل دماغي، بستخدم المنطق، وعمره ما خذلني ابدا. طبعا انا دلوقتي مطلوب مني ان انا احكي لحضرتك. خالص، دي حياتك الشخصيه، مساحتك اللي ملكك لوحدك. بالعكس انا اللي ممكن احكي لك، ومش مستني منك تاكيد او نفي. الحكايه فيها راجل، القصه المعتاده، راجل كسر قلب بنت بتحبه، بس الجرح كان جامد شويه وعميق، هيفضل مأثر عليها اللي فاضي من عمرها كله. ده كلام عام قوي. مظبوط، بس انا التفاصيل ما تهمنيش يا مسك. انا اللي يهمني النار اللي قايده جواكي، اللي بتطل من نظره عينك ورعشه ايدك وتخليكي بتموتي نفسك في الشغل. هو انا ممكن اسال حضرتك ايه اللي هم حضرتك في الموضوع ده قوي؟ برافو، سؤال جميل. الحقيقة ده السؤال الوحيد اللي أنا مش عارف ألاقي إجابته. ليه أنت بالذات لقيت نفسي مركز معاكي وبفكر في قصتك ابتدت منين ووصلتك لإيه؟ بس لازم أعترف هو ده اللي حصل وبدون أي أسباب. غريبة أوي. أنا واحد وقته محسوب عليه بالثانية. ثروتي بتزيد مع كل لفة بتعرف. ما عنديش أي وقت للتفاهات. مع ذلك ده اللي حصل، فكان لازم برضو أفكر بالعقل. مش فاهم. مسك، أنا جايز أكون ما بعرفش أعبر عن مشاعري، وجايز ده يكون أغرب عرض عرضه راجل على ست في التاريخ، بس أنا قصدت أجيبك في المكان ده بالذات، أول مكان اتقابلنا فيه، عشان أخد الخطوة مهما كانت النتيجة. ايه رايك نتجوز يا مسك؟ ايه؟ نتجوز؟ اه، بس ليا شرط واحد، مش هينفع نخلف. قلت ايه؟